معلن يا مصطفى بكري، برحب بك معنا في موقع بصراحة. اهلا وسهلا. مع انطلاق الاسبوع الثالث لجلسات الحوار الوطني، كان في جلستين النهارده مهمين. خلينا نتكلم عن الجلسه الاولى الخاصه بمناقشه قانون حريه تداول المعلومات. حضرتك كنت حاضر وسمعت عدد كبير من المناقشات، راي حضرتك ايه في المناقشات اللي سمعتها؟ يعني اولا ان تطرح هذه القضيه هي امر مهم ومحور مهم من محاور الحوار الوطني، لأن قضية تداول المعلومات قضية حازت على نقاشات طويلة منذ عام 2008 وقدم أكثر من مشروع منها. وأعتقد أن حرية تداول المعلومات هي قضية ليست هامة فقط للصحفي أو الإعلامي، ولكنها هامة للمجتمع فيما يتعلق بقضية التنمية، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فيما يتعلق بحق المواطن في الحصول على المعلومة. ولكن شريطة حماية الأمن القومي والحرص على الثوابت المجتمعية والحرص على الحق في الخصوصية، هذه كلها أمور مهمة جدا، أعتقد أنها لن تغيب عن ذهن المتحاورين ولن تغيب عن ذهن المشرع إذا ما صدر القانون. مهمة جدا في الحركة قلته فكرة الأمن القومي، المحددات لده، لأن البعض بيخرج عن ده بينشر يعني تعتقد حركة يبقى فيه دور رقابي بشكل كبير جدا، خاصة أن احنا عندنا كم كبير من الشائعات وترويج الشائعات على كمان فين الحروب الممنهجة ضد مصر، وشايفين مصر بتواجه تحديات كبيرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. القول بأنه مفيش حاجة اسمها أمن قومي أو القول أنه مفيش حاجة اسمها مفهوم الأمن القومي كلام غير صحيح. وكل البلاد أمريكا وكله عندهم حاجة اسمها أمن قومي، حماية الأمن القومي لا تتعارض مع الحريات ولا تتعارض مع هذا القانون المزمع إصداره. النقطة الأساسية في اللجنة في الجلسة الأخرى كانت مناقشة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجانب تفرغ النواب. أعتقد أمر مفتوح، يعني إذا كان هناك ما يدعو للزيادة أهلا وسهلا، خصوصا أن المقر الجديد يشيل أكثر من بالتأكيد، ولكن ده مرهون بتمثيل الفئات المجتمعية المختلفة، مرهون بأي تغيرات تجري على الساحة في الفترة القادمة. هل فكرة أن زيادة عدد السكان مع الوزن النسبي ممكن يخلينا نزود مرة لا أتصور في هذه الدورة بأي حال من الأحوال. لا أتصور. أشكرك جدا.